مشاهدينا بالطبع يعرف معظمنا طريقة تناول الطعام باستخدام الشوكة والسكين، ولكن الأمور قد تتعقد إذا ما كثرت أعدادها وتنوعت أحجامها. إذن آداب الطعام وترتيب استخدام أدوات المائدة موضوع نناقشه مع ضيفتنا الخبيرة في أصول اللياقة ناتالي أندراوس. ناتالي صباح النور وأهلا وسهلا فيك معنا. صباح النور سارة، يسعد صباحك. بداية أخبرينا عن آداب المائدة أو آداب الطعام، متى نشأت يعني من وين أجت فكرته؟ بنعرف نحن من زمان الإنسان هو من ضمن الغريزة تبعته هي الأكل، بس تطور أداب المائدة هي بلشت بالقرن الحادث عشر بالقرن الحداش، ومن هون بلشت نحن صار في عنا شيء اسمه التيبل اتيكيت أو الدينر اتيكيت. بعدين صارت تتطور. بنعرف كتير منيح أنه الأداب بتتطور مع الأزمان وما بتبقى مثل ما هي. كمان أنه بنعرف أنه كل حضارة في عندها أساليبها وتقاليدها بطريقة الأكل. بس المعترف فيهم هني أكتر شيء عالمياً عنا الكونتيننتال واي وعنا الأمريكان واي. وهلأ رح نشوف بعد شوي نتفة صغيرة بعد القصص التبس كيف استخدام الأمور على المائدة إن كان الكاتريز أو الطريقة. خلينا نبتدي فيها، أخبرينا أكتر. يعني دائما حتى أداب المائدة بنحب أنه نعلمها للأطفال من وهم صغار. صحيح. الآن بالذات أصبح في اهتمام كبير عند العديد من الأسر لذلك، لماذا؟ لأنه القعدة على المائدة بتعلمك الانضباط من أنت وصغيرة. نعرف نحن الولد ما كتير بيحب يكون قاعد بمحله وثابت بمحله، دايما بيحب الحركة وأنه ما يكون قاعد. فتعلميه من هو صغير أنه يقعد على الطاولة ويكون أنه محترم آداب المائدة، هي من هون بتبلشي عم بتعلميه الانضباط الولد. فمن هون نحن بنركض لحتى نعلم أولادنا من هن وصغار أنه يبلشوا يقعدوا على الطاولة، بتكون عم بتعلميهم كمان الانضباط. وبنعرف كتير منيح سارة أنه بهالحياة لحتى تنجحي انت بحاجة لانضباط، فمن هون هذه ضرورة انه نحن نعلم اولادنا اداب المائدة من هنا وصغار. طيب اخبرينا الان عن الامور الاساسية اللي المفروض انه نتعلمها وتعتبر انه هي من اداب الطعام او من اداب المائدة. اول شيء بدنا نبلش نحن بالقعده حتى نحكي هلا ما نبلش التطبيق. هاي اول شغله دائما الناس بيفكروا تكون هلا نحن قاعدين ما في عنا ظهر ثاقبه اليوم، بس في هيك اسمع عليك انه عندك الجلسه جيده. شكرا. الفكره دائما انه نحن لازم نقعد يكون ظهرنا جالس، هذه اول نقطه. مش مفروض حتى نكون متكين على ظهر الكرسي، يعني نحن هيدا نقعد نلقي ظهرنا هيدي مش مفروض. دائما القعده بدها تكون انت هيدا الطاولة قدامك ومفروض ظهري يكون جالس عليها بطريقة أنه يكون بارلل على الطاولة. كمان أفضل أنه هلأ دايما أجري مشح أنه نصعبهم، بس أنه هو القعدة الجالسة هي مفروض تكون بتسعين درجة لازم يكون الأجرين. هون هيدا بالنسبة للقعدة. بالنسبة للإيدين، الايدين اكيد هلا نحن الطاوله شوي واطي، عاده طاوله المائده بتكون نتفه اعلى. انا بس انه اول بي ديمونستريتنج، فانه مش مفروض انه نحن يكونوا ايدينا هيك على الطاوله، ولا انه ايدينا يكونوا صاروا بنص الطاوله. يعني في ايام لانه الطاوله بتكون عاليه فعندنا تندنسي بنحط ايدينا بمدوا بصيروا بنص الطاوله، دائما الايدين مفروض يكونوا هيك. بس هون بدي فرق، في عندك الكونتيننتال واي اللي هي اللي بتطلب انه يكون الإيدين دايما ظاهرين، عم نحكي من عند الإيد من هون. وفي عندك الأمريكان واي اللي هي مفروض تكون إيدك بحضنك، يعني أنت الإيد اللي عم تاكلي فيها مفروض تكون فوق، وإذا you are posing أنت عم تستريحي من الأكل إيديك على حضنك لازم يكونوا. هيدا بالنسبة لكل شيء خاصه بالجسم. أكيد دايما نحن لازم نذكر المشاهدين أنه الأكل هو بيطلع على التم، مش نحن بننزل لعند الأكل. صح. يعني هيدي كمان الناس بيخافوا أنه هن ما بدهم يطرشوا حالهم. حتى في الشوربة؟ أكيد. الشوربة بتحسسك انه مفروض تنزلي هي الطريقة دايما في عندك الطريقة اللي تاكلي فيها بتطلعي حي لشي. بس نرجع من هون ما نحكي اللي هي التمرين، الواحد بلا تمرين رح تكون الامور صعبة له. فمن هيك انا دايما بركز حتى الواحد ما ينطر يكون انه بجامعة برات البيت او يكون في عنده المناسبة لحتى يطبق اداب المائدة. في سؤال قبل ما نقعد، الشنطة ناتالي دائما من المشاكل الكبيرة جدا اللي بتواجه منهم. في محلات الآن أصبحت بتوفر مكان لتعليق الشنطة تحت. صحيح. الطاولة، بس مش كل المحلات. وين بتنحط؟ مفروض على الطاولة على الكرسي اللي جنبنا؟ أوكي. أو بالظهر؟ يعني
في هذا السؤال. هذا السؤال كثير كثير حلو. بالنسبه للشنطه للساك تبعولنا، هو مش مفروض ابدا نهائيا، وهذه مش بس بتطبق على الطاوله، حتى بالنسبه للخليوي، حتى بالنسبه للعوينات. يعني عندنا بنشوف كل متعلقاتنا الشخصيه، يعني كل المفاتيح، نعم، كل شيء هذول مش مفروض. هي الطاوله معموله لينحط فيها عليها الاكل ومش اي غرض اخر. فالباقيين نحن الجزدين مثلا، كل شيء غراضنا ممتلكاتنا بينحطوا بقلب الجزدين، خاصه كنساء نحن. وبينحط الجزدين اذا في حدا قاعد حد منا وما في كرسي فاضي حد منا، بده ينحط على الارض. بعرف انه في كثير من النساء عندهم الجزدين تبعولهم هو شيء كثير ثمين وما بيحبوا يحطوه على الارض. فانا بدي اعطيهم تيب اللي هي انه في عندك تعليقه بتخليها بجزدانك، بتحطيها على الطاوله وفيك تعلقي جزدانك عليها، فانت ما بتضطري تحطي على الارض. واسعارها رخيصه على فكره. صحيح. وما بتخرب، ما بتنكسر لانها قويه وبتضل معنا. صحيح. طيب بس هون كمان ذكرتي نقطه بالنسبه نعلقوا على الكرسي. انا بدي اطلب منهم انه يتجنبوا يعلقوا جزدانه على الكرسي، خاصه اذا كان جزدان كبير، لانه جزدان الكبير مجرد انه انت وقفتي رح توقع على الكرسي، وهيدا بدك تحطك بموقف حرج. نجي للشوك والمعالق والسكاكين والمنديل او النابكن. نعم، اول شغله بنعملها هي انه دائما المنديل، هيدا الرول نمبر 1، لازم دائما نفتحه ويكون على الحضن تبعولنا. هلا كيف بنحط المنديل؟ هلا اذا المنديل كثير كبير المفروض يكون دائما مطوي بالنص، اذا المنديل صغير بنفتحه على الاخر. كمان من النقطه اللي نحن لازم ننتبه لها انه المنديل وقت اذا عم مطوي للنص، الفتحه تكون جهتنا نحن. ليه؟ لانه انت شو استخدام المنديل؟ استخدام المنديل هو انت لحتى انه مش رح اقول كلمه تمسح، لان هي منا مسح، لانه نحن ما بنكون عم نمسح. صح. هي انه يو ار تربيت. انا ما بعرفها بالعربي. تربيت. فهون نحن المفروض يكون دائما على الزاويه بنستخدمها بنعمل هيدي الحركه. هلا هيدا بالنسبه للمنديل، دائما هيدا الرول نمبر 1 لازم يكون موجود على الحضن تبعولنا. بنبلش فيها نطبق انا وياك. يلا شوكه حناكل احنا. صح. صحيح. طيب بعد شويه، بس عندي سؤال اخير قبلها. نحن كعرب لدينا ادابنا المختلفه. كثير بشوف امراء واجانب بيجوا عندنا بيحترموا تقاليدنا وعاداتنا، هل تعتبر هي ضمن الاداب ام لا؟ التقاليد هي ضمن الاتيكيت. انا هون بدي اطمن الناس انه دائما بيفكروا الاتيكيت يعني شيء غربي، يعني هو عكس تقاليدنا وانه هو جاي خربطنا تقاليدنا. انا بدي اقول انه الاتيكيت هي بتحترم التقاليد، هذه كثير نقطه مهمه. فتقاليد كل بلد وهو كيف بياكل، هذه المفروض تكون انه ضمن الاتيكيت تبعيد الاكل للبلد. يعني رح اعطي سوري بعتذر انا قطعتك. مثلا عم نحكي بالصين بيستخدموا التشوبستكس، ف ما فيك تيجي تقول لهم روحوا كله هيدي عوايد العوايد وهيدي طريقه الاكل تبعيتهم، وهيك اللي هو الافضل ياكل بهيدي الطريقه باستخدام هالادوات. ما فيك تقول لهم روحوا استعملوا الشوكه والسكين. العادات بالدول العربيه عندنا المنسف، عندنا كل بتاكل باليد، بتتاكل باليد، هيدي كلها باليد، وكذا صارت ادابها. طيب صح. احنا الان خلينا ننتقل لمحصله اطباقنا لليوم، وجيد جدا انه لدينا سباجيتي. صحيح صحيح سارة. طبعا مشاهدينا مثل ما شايفين اطباقنا صارت جاهزه. حضرت سباجيتي مع صوص الفطر، صلصه البيضة مع الفطر، وحطيت عليها شوي من الاوريجانو للتزيين، وحضرت كمان الكيك بالمانجو السريع اللي هو بالريدي ميكس، وكان صار جاهز معنا، زينته بالكريم باتيسير وصار جاهز بهذا الشكل. وهلا شو رايكم تذوقوا الباستا؟ انا حابه انه اكيد رح تخبرنا عن الطريقه الصحيحه اكل الباستا، لانه تعتبر من الاطباق الاصعب. صح. صحيح. او الاسباجيتي. شكرا شيف، تفضلي. مثل ما شايفين اول شيء نحن هون على الطاوله في عنا الشوكه والسكين والملقه. عاده دائما الاستخدام بالاكل بيستخدم مع السكين والشوكه، ودائما السكين بتكون بايد اليمين والشوكه بايد الشمال. بس في استثناءات، هيدي العام، هيدي القاعده العامه. الاستثناءات اللي هي بتصير انه نحن بالسباجيتي بالتحديد هو استخدام الشوكه فقط باكل السباجيتي. هيدي الناس انه دائما بفكروا انه لازم يستخدموا الملعقه. هون رح استخدم الملعقه صراحه. توني انا حابه توني يكون معنا. لا توني 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 تعال. توني بتاكل السباجيتي بالشوكه او بالشوكه والملعقه؟ انا قلت من الاداب انه ما اجي الا ما تعزميني. انا عزمتك. من الاداب اللي بعرفها. مرحبا نتالي، شو الاخبار؟ شو السؤال؟ سباجيتي شوكه ام شوكه وملعقه؟
ما بستعمل ملعقة أبدا بس بس شوكة طلعت شوكة أنا بس وسكينة. يعني شوف فؤاد تستعمل السكينة كمان والشوكة كمان بستعمل السكينة بدي حتى أصقصن إذا كانوا طوال كتير بدي رضاكي أخبرينا عن الطريقة بدي أقول لك أنا عامل هف كبير خيلي أدب خيلي أدب عزوي طيب يلا فرجينا الطريقة المضبوطة بس كنت بدي أقول لك شغلة إنه أنت تستخدم الملعقة مش غلط بس استخدام السكين غلط معلي معلي مش مشكلة بس إنه ما عم قلل سارة بتربح عليك اليوم بقصد ما عم قلل من الأدب طيب معنا هي لحتى بس فسر ليش سارة انه مش مفروض نحن نستخدم السكين نستخدم السكين اول ما بينحط الصحن قدامنا رح فرجه رح اعمل ديمونستريشن صح لانه احنا لدينا دقيقه بالضبط ومفروض بس هو مثل ما شايفين الشيف عامل يعني برزنتيشن رائعه جدا بدي اعتذر منك بدي خربط لك اياها سو هي انه عامل لي كمان شغلتين اوكي سو الفكره انه اول شيء ما نفرفطهم لحتى نقدر نحن نستخدم الشوكه مثل ما لازم نحن نقدر نستخدمها هيدي أول شغلة برزنتيشن رائعة السكين هون خلصنا من استخدامها بنحطها على الصحن من فوق بننقل الشوكة على إيد اليمين وهون بدي ألفت النظر أنه ليش مش مفروض نستخدم السكين نقصقصها لأنه نحن لحتى ما نكون عم نوقع بمشكلة أنه نطرطش حالنا ونكون عم نشوي حالنا سو هي الفكرة خليها السباجيتي على طولها هلا حضرتك فيك تستخدم الملعقة يعني بالطريقة اللي أنت المعود عليها هيدي فيك تستخدميها بس إذا ما نعملها على الطريقة التليانية إذا ما نحترم اللي هي لانه سباجيتي بالطبق الطلياني فاول شيء بناخذ الشوكه بناخذ نحن كم وحده مش كتار مش مفروض يكونوا اكثر من 3 4 سباجيتي بناخذها هيك ونبرمها مثل ما شايفين الشوكه جالسه اوكي بنرجع بنجرب نزركها بالسباجيتي الموجودين اي فوالا بقينا نحن جالسين ما طبقنا على الطاوله نحن رح نكفي الصوره عليكي بس لانه الوقت خلص اذا ممكن تكفي ديمونستريشن او التجربه الحيه بهالوقت نحن بدنا ننهي حلقتنا شكرا لكم مشاهدينا فيك تكفي تعليق الادب ولو صوريا شكرا لك شكرا تونس استمتعت بهالحلقه شكرا ضيوفنا وشكرا لكم مشاهدينا على